الأمير صانع سيطول رأي التغيير. أكثر تأثيرا تعددت الألقاب والأوصاف والأوسمة، والمسمى واحد. يعلو الميادين والعناوين والصفحات الأولى وأشرطة الأخبار، وهو شامخ في مكانه. السيدات والسادة، نحن نتحدث عن القائد، ابن القائد، ابن القائد، عن محمد بن سلمان ابن عبد العزيز. نقطة نهاية السطر، نقطة البداية لحياة أخرى غير معهودة غمرتنا. حياة الرؤية. إنه الرأي الأول لوطن مزدهر، ولقد كان ما رأى. ماذا تستطيع أن تواكب؟ الأرض لوهلة تدور حولك. ماذا تستطيع أن تتخيل؟ يخضع المستحيل إزاء ما يقول له مشروع الرؤية. ثقتك بشعبك تجعلهم يحققون الاستثنائي. لدينا جبل دائما نضرب فيه المثل، اسمه جبل طويق. لدى السعوديين همة مثل هذا الجبل. همة السعوديين لن تنكسر لدى هذا الجبل وتساوى بالأرض. في قلب الوطن تعيش، مناطقه تشهد النماء الذي تصنعه. بخطوتك الواثقة رفعت الإنجاز الوطني لأقصاه. حولت الوطن لشعلة من العمل والأمل لا تتوقف. لله أنت، وكم أنت أنت. تشبه أحلامنا، تفوقها. في مكاتبك الأنيقة لوحة علقتنا. ابتسامتك تسكننا. هل محبتك صورة؟ الأمر أكبر. أنا لي شرف مع أحد أبطال الوطن. محظوظ والله محظوظ اللي أخذ معك سلفي. أيها الشوق سلمان، أيها الشوق، واثق إن حبك مثل ما نهديك أحلامنا وعزمنا وصدقنا أن نكون نقف معك للمستقبل الأجمل. سنكون نحن الجود، العزة، القوة، الخير، النماء. وهذه الأرض قدرنا التاريخي للعمران والشموخ والازدهار، مع القائد الذي غير مجرى الحكاية. ولا أريد أن أفارق الحياة إلا وأرى الشرق الأوسط في مقدمة مصاف العالم، وأعتقد أن هذا الهدف سوف يتحقق 100%.